ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ انا ويلكم تو ماي جراتيتيود ليست. هنا بحاول يكون مساحه امان ليا انا وانتم ان احنا نبراكتس جراتيتيود كل يوم او كل اسبوع او كل شهر ايا كان انا بنزل فيديو امتى. وكمان انتم لو بتقابلكم اي مشاكل وانتم بتحاولوا ان انتم تفكروا انتم جريتفل ليه وانتم ممتنين ليه، ممكن تشاركوني في الكومنتس ونساعد بعض. انا بقالي كام يوم ببروكاستينيت الفيديو ده، ودي تقريبا من اكبر المشاكل اللي بتواجه اي حد لما يجي يحاول يكتب هو ممتن لايه. ان هو يعني الموضوع بيبقى تقيل ومحتاج ان انت تزق نفسك عشان تعرف تعمله. يعني مش اللي هو مش سهل لدرجه انت اللي هو هتقول انا هكتب دلوقتي انا ممتن لايه، هتفتح ورقه وهتمسك القلم وهتقول عشان انت مش شايف حاجات حلوه، على قد ما انت مش قادر تسبيسيفاي، تبقى سبيسيفيك، تبقى محدد في ايه اللي انت ممتن ليه. واللي انت تبقى سبيسيفيك دي حاجه مهمه جدا 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 when it comes to gratitude، عشان بيفرق قوي ان انت تبقى عارف انت ايه التفصيله الصغيره بالظبط اللي حصلت في موقف الفلاني او اللي حصلت في اليوم الفلاني او حصلت في الساعه الفلانيه اللي خلتك حاسس فعلا ان انت واو الحمد لله. ف انا عايزه ابدا بحاجه بجد مهمه جدا، هي تفصيله صغيره وام بينج سبيسيفيك دلوقتي. يعني يمكن قبل كده ما كنتش سبيسيفيك قوي، يعني كنت اللي هو حاسه، وحتى الايام اللي فاتت دي كنت عماله افكر هو انا ممتنه لايه من غير ما اعمل الفيديو. كنت حاسه ان انا في موضوع كبير قوي، يعني حاسه ان انا شايفه بيج بيكتشر بس مش عارفه اشوف الحاجات السنيبس الصغيره اللي في الصوره. فدلوقتي انا هقول لكم انا ممتنه لايه، بس هوريها لكم. ممتنة ماي ساوند ويرد، بس انا ممتنة ان انا دلوقتي ما بلعت بق المية ده ونزل عدى في المريء ما توجعتش. هتقولوا لي ايه ده؟ اقول لكم عشان انا بقالي 3 ايام ام سافرينج من، انا مش عارفه هو ايه، يعني جاسترايتس يا اسيد ريفلوكس يا التهاب في المعده، جالي برد في معدتي، انا مش عارفه هو ايه. وستيل لسه يعني هوبفولي ما يكونش حاجه سيريس، بس هوبفولي محتاجه اروح لدكتور عشان افهم. انا مش عارفه اكل، انا مش عارفه اشرب، مش عارفه اعمل اي حاجه، ولما باكل او بشرب عشان انا محتاجه اعيش، يعني بني ادم محتاج يفيول نفسه، بتوجع. يعني انا بحس بالميه وهي نازله في المريء بتاعي وبتوجعني، which is تفصيله التفصيله، يعني تفصيله ان انت اصلا احنا كل يوم بنشرب وبناكل عادي ومش بنحس بالجهاز الهضمي بتاعنا ده شغال ازاي ولا ماشي ازاي، غير مثلا وقت الجوع، وقت لما ناكل كتير قوي فبطننا تتقل. لكن فكره ان انا بس الميه، وخلي بالكم دي ميه سخنه، يعني انا شربت ميه ساقعه دلوقتي مش عارفه مش عارف، هتوجعني جدا. فانا ممتنه لده، ممتنه ان الميه دلوقتي انا قادره اشربها احسن. تاني حاجه ممتنه ليها وبقالي كام يوم بفكر في الموضوع دوت، ان انا ممتنه جدا للكوميونتي اللي انا بنيته بتاعي على الفود بلوج بتاعي اللي هو مريمز فود فيد على الانستغرام. انا كان بقالي مثلا كام سنه بحاول ان انا دايما انفولو اي حد بينفلوينس مي بطريقه مش احسن حاجه او مش ماشي مع الفاليوز بتاعتي. مش ان انا ضد الشخص دوت او ان انا ضد what he stands for، بس هي الفكرة ان انا دلوقتي عندي values معينة، يعني ليه علاقة بالاكل، ليه علاقة بالصحة، ليه علاقة اي حاجة around the area دي. فانا احب جدا ان انا لما افتح الفيد بتاعي اكون بشوف حاجات بتسبورت المايندسيت اللي انا عايزة اكون بوصل لها، مش بتسبورت حاجة تانية عكس اللي انا بشوفه. يعني مثلا بتسبورت conscious eating، بتسبورت ان انا اكون بعمل رياضة وانا هادية، وانا اللي في دماغي ان انا I'm focusing on my health مش ان انا محتاجة اخسه خلاص. مثلا بتسبورت فكرة ان احنا ناكل اكل في nutritions، ان احنا ما نعملش labeling للاكل ونقول الاكل ده حلو والاكل ده وحش. فهي وفيها في نفس الوقت يعني which is something I love، يعني مش عايزة brag about the community بتاعي بس او الناس اللي انا عامله لهم follow، ان انا حاسه كده ان انا وانا بشوف الستوريز كل حد بيأكمبلش حاجه في يومه، كل حد بيشير حاجات في يومه، بس كلها within يعني a very healthy guidelines، يعني حاجات كده كلها تحس ان انت انا مرتاحه ان انا بشوفهم، انا مرتاحه ان انا بشوف الستوريز دي، مرتاحه ان انا بشوف الناس بتعمل حاجات دي، مرتاحه ان انا اشير my own experience مع الناس دي او مع الناس اللي عاملين لي فولو عامه، لان انا I'm having a great time مع الناس اللي انا عامله لهم فولو. ودي حاجة I really recommend كل حد يعملها، ان هو دايما make friends with او be او follow الناس
اللي بيسبورت الحته اللي انت عايز توصل لها، الحاجه اللي انت عايز تبقاها، الهيلثي ريليشن شيب بتاعتك مع نفسك، يكونوا ناس بيساعدوك تبني الهيلثي ريليشن شيب دي، مش تبقى بتكره نفسك وشايف ان انت مالكش لازمه او ان انت مش مبسوط في حياتك على طول، او لا، ناس يساعدوك تطلع، مش تطلع فوق اللي هو تبقى حاجه فظيعه، بس تطلع فوق في الستاندرز بتاعتك انت، تطلع فوق في التارجت بتاعك انت، توصل للحته اللي انت عايز توصل لها. كانت كتير قوي في الحته دي. ثالث حاجه كنت برضو حاجه برضو فكرت فيها بقالي كام مره، ان انا I'm very grateful، الحمد لله انا ممتنه ان انا عندي حد اشارك معاه اكلي. If you have been here، لو كنت هنا في الفلوجز بتاعتي في رمضان تاخد بالك ان انا ما تاخدوا بالكم يعني ان انا قاعده بقعد لوحدي كتير، ف نوعا ما اللي هو الاكل هو priority، اللي هو انا فعلا الاكل بالنسبه لي priority، انا ما ينفعش ان انا ما اخدش الميل بتاعتي بتاعت اليوم حتى لو كانت ميل واحده بس، لا وجعانه محتاجه ساتسفاي نفسي. بس ساعات لما الواحد يبقى قاعد لوحده بيبقى ملوش نفس او مش بيجوع بسرعه او مش بيحس ان هو مستمتع قوي بالاكل او بيزهق على الاقل من كل يوم بياكل لوحده. فبقالي شويه الحمد لله قاعده مع بابا والحمد لله بنشير مع بعض اكل وبنشير مع بعض a lot of funny stories، على فكره ان احنا مسؤولين عن اكلنا، فدي حاجه دي حاجه جميله يعني، الحمد لله اتعلمت منها كتير. وفعلا فعلا بيفرق لما يكون معاك شخص واحد على الاقل على السفره، ولما يكون في شخص على الاقل committed ان هو يقعد ياكل معاك، او انتوا الاثنين committed ان انتوا تتقابلوا في وقت معين تقعدوا تاكلوا، دي حاجه الحمد لله جميله قوي. برضو ممتنه ان انا اتعلمت اركب عجل، ودي حاجه بجد it's been a life dream. هي حاجه عارفين لما يبقى عندكم حاجه كده تحسوا اللي هو انا لما اتعلمها بجد هدخل ليفل تاني في حياتي، وبجد العجله كانت كده، وبجد ما كانتش اللي هو ولما اتعلمتها ما حسيتش اللي هو اتس ليم عادي خلاص، لا لما اتعلمتها ستيل ام سو اكسايتد ان انا اتعلمتها، وام ستيل سو اكسايتد للليفل اللي هي دخلتني في حياتي، حسيت ان انا منتلي وفيزيكلي دخلت يعني ايرا تانية خالص في حياتي لما اتعلمت عجل وبقيت بركبه، وبقيت حاجه نورمال، بقيت حاجه اللي هو انا هركب عجل، فاللي هو يعني this is insane، this is a dream come true، ف I'm so grateful for this، I'm so grateful ان انا قادرة احرك ايدي ورجلي وانا بركب عجلة. it's so exhausting، حاجة صعبة قوي، فاللي هو متخيلين كمية العضلات ال involved في عملية بس ان احنا نركب عجل او ان احنا نمشي، او يعني god the human body يعني a miracle، والله العظيم it's a miracle، كل حاجة شغالة ازاي، ولما حاجة بتبوظ ازاي انت بتحس بيها، يعني ازاي احنا بنحس لما زي ما بقول لكم وانا ببلع بتوجع، يعني انا حاسه بالميه وهي بتوجعني، يعني دي ميه بس مجرد ان عندي التهاب او عندي مشكله في الجهاز الهضمي كل الراحه، واللي هو يلا ناكل ولا نشرب دي، طبعا مشربش قهوه، فالقهوه اصلا القهوه بتنزل بتولع بقى، يعني مش بتوجع بس، لا هي بحس ان انا في you got the point. بس كده thank you for watching، شكرا عشان سمعتوني، لو كنت سمعتوني واستيك ذا فيديو، شكرا لكل حد شاركني هو ممتن لايه في الفيديوهات اللي فاتت، وشاركوني انتم ممتنين لايه، او لو بتواجهكم مشاكل ومش بتعرفوا تكتبوا او تعبروا عن انتم ممتنين لايه. بس كده، باي.